تعال انت اللي تقول انا مثلا اهتم ببقاء هذا التمثال لانه يمثل مثلا فنا تشكيليا معينا وبالنتيجة هذا لا يمكن إنكار أن الدوانيقي الذي يسمى بالمنصور هو باني بغداد ومعمرها وهو مؤسسها وهو ما أدري، وأنه إذا إحنا خربنا قد نظهر بشكل متخلف لا حضاري أمام الأمم، أنه إحنا ما نحفظ تراثنا وإحنا ما نحفظ، حتى وإن كنا نختلف مع هذه الشخصيات بعضهم يتكلم لك بهذا المنطق. فنقول له تعال، فعلى مقياسك هذا يكون نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حاشاه طبعا قد ارتكب أعمالا تخريبية. ما معنى أنه كسر كل هذه الأصنام في فتح مكة وقبل فتح مكة؟ هذه الأصنام تدرون أعمارها شنو؟ مو عمرها ما أدري 30-40 سنة من السبعينيات إلى الآن، هذه أعمارها كانت مئات السنين. نعم، هذه تحف فنية وتشكيلية مسوينها فنانين ونحاتين من قريش ومن قبله من بعد نبي الله نوح عليه السلام، من بعد نوح عليه السلام يعني. نعم. زمان نوح كانت هنالك أصنام خمسة. نعم. اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. وهذه الأصنام الخمسة بعد الطوفان غرقت وصارت في الرمال، وبعدما يعني نزلوا من السفينة والنبي نوح عليه السلام انتقل إلى جوار ربه الكريم، وجاء أحفاده وأحفاد أحفاده أبوا إلا أن يستجيبوا لنداء الشيطان، ففتشوا في الرمال إلى أن وجدوا هذه الأصنام وأعادوا نصبها من جديد، نبشوا الرمل وصلت حتى إلى قريش. أي. وعكفوا عليها عابدين، ما جازوا، واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وساف ونائلة كلها تحف فنية وفن تشكيلي وأصنام ومنصوبة. 360 صنم عندهم كان الإسلام، 360 كسر. تمثال أي. وهذا المزخرف وهذا المذهب وهذا المدري المطلي بالفضة وهذا اللي ما أدري كذا، وأشكال وأنواع. يعني أنت تدخل، أنت المفروض هذه تدخل المسجد الحرام متحف، بالفعل متحف، يعني بالفعل تدخل متحف في من هذه المجسمات العجيبة الغريبة اللي يعني زين تشوفها، يعني في نظرها بغير مكان، يعني ما تلقيها بغير مكان. نعم. زين، ليش النبي صلى الله عليه وآله راح هدمها كلها كسرها كلها؟ يعني هل يعد هذا عملا تخريبيا؟ يعني شوفوا المسألة واضحة، المفروض أنه حتى لو افترضنا هذه أعمال تراثية فنية لكن حيث يتشخص فيها الباطل ويترمز، هنالك باطل الآن موجود واقعي. نعم. وهذا الباطل لا يمكن تبديده إلا بكسر الرموز الخاصة به. هذه الأصنام من رموز هذا الباطل، من رموز هذا الدين الشركي الوثني المنحرف المختلق أرضيا، لأنه هو عبارة عن نسخة محرفة عن دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلا يمكن القضاء على ذلك دون إلغاء أو تبديد الرموز الثقافية والرموز الدلالية لهذا الدين، فكان لابد من كسرها كلها. لو افترضنا مثلا أنه لا يوجد دين يعتقد بهذه الأصنام، فيمكن إبقاؤها بالمتاحف حتى تكون عبرة، إنه لا أحد يعتقد بها. لاحظتوا؟ نعم. مثلا هؤلاء داعش راحوا دخلوا في الموصل، راحوا كسروا ما اعتبروها أصنام، جاي مثلون لك يعني، مثل فيلم الرسالة جاي يسوون. نعم. الله أكبر وما أدري شنو، ثور المجنح حركات، يعني حركات داعش هذه، حتى يصوروا لهم كم فيديو كذا ينشروا، إحنا والله كأنه يعني فتحنا مكة يعني. هذا ليش تكسروا؟ هذا يوضع لا أحد يعكف عليها عابدا ولا شيء، بالعكس عبرة، خلي نروح نشوف أصنامهم شلون كانوا، ذولا جهلة وأغبياء إذ يعبدون حجرا، صحيح عبرة تصير بيها. نعم. لكن لو افترضنا بقاء أديان في العراق ما زالت تعتقد بهذه الأصنام أو ما تمثله الأصنام تجسده،
لتوجب علينا هدمها وإزالتها وتكسيرها. أكيد مشكلتنا مع هذا اللي يسموه المنصور لعنه الله، هذا الدوانيقي، هذه مشكلتنا، أنه في الحقيقة هو يمثل رمزا من رموز الجاهلية الثانية التي ما زال يدين بها شطر هذه الأمة، وهذا ما يصح، هذا لابد من يعني نسفه. ثم إنه ليس موضوعا في متحف، يمكن إذا يشيلوه يودوه بمتحف يمكن نقول مثلا هذا هم من عهد الجاهلية الثالثة، صارت عندنا جاهلية ثالثة سووا لنا منحوت، هسه الحمد لله غضبة الشعب العراقي جاء شاله كله، قال يابا ودوه متحف حتى الناس تعتبر أنه شوفوا أصلا هم يؤرخ أنه مثلا الناس جاءت وأزالته غضبة لآل محمد عليهم السلام للإمام الصادق عليه السلام. يمكن نقبل، أقول يمكن، بس تنصبه في وسط ساحة في العاصمة في بغداد وبهذا الشكل الترميزي التعظيمي، كأنك تعتبره هذا يعني رمزا من رموز بغداد والشيء اللي احنا نفخر به. لا يا بشون نفخر احنا بواحد قاتل إمامنا عليه السلام، مجرد. أي عقل هذا اللي يفكر بهالطريقة؟ يعني هذا أمر مناقض للفطرة قبل أن يكون مناقضا للدين. فإذا لا تلبسوا على الناس، يأتيك شخص آخر يقول مثلا هذا رمز طائفي، عفوا هذا فعل طائفي، أنك إذا أردت أن تأتي وتهدم هذا الصنم هذا فعل طائفي، تستفز به الطائفة الأخرى. ليش نستفز به الطائفة الأخرى؟ أصلا الطائفية وعين الطائفية هو بقاء هذا الرمز، بقاء هذا الصنم، لأنه هذا رمز طائفي. الدوانيقي لعنه الله رمز الطائفية كان، أما قتل الشيعة، أما قتل العلويين، أما قتل إمامنا الصادق عليه السلام، هذه ليست طائفية عندكم؟ هذا رمز مرفوض من أكثرية هذا الشعب، من الشيعة على الأقل يعني. ألا يكون من الطائفية أن تنصب رمزا وتمثالا لشخصية مرفوضة من قبل طائفة من المجتمع؟ هذا استفزاز، استفزاز المشاعر. هذا هذه هي الطائفية، نحن هنا في الحقيقة نقتلع الطائفية وليس العكس. أحسنت. المصرون على إبقاء هذا الرمز الشؤم هم الذين يكرسون الطائفية في العراق. أحسنت. في الحقيقة وهذا الواقع، هذا الواقع. نعم. فهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تلاعب، لعبة ألفاظ وعبارات وتعابير وجمل ودلالات ومفاهيم يلخبطها عليك حتى تضيع الأمور. لا تنخدع أنت من يأتيك مثبطا ويقول إن فعلك هذا طائفي، تقول له لا هذا مو فعل طائفي، يقول لك هذا فعل غير حضاري، تقول له لا هذا عين الحضارة، عين التحضر. أصلا الحضارة التي تفتخر بالطغاة وتنصب لهم تماثيل في الميادين العامة هذه ليست بحضارة إنسانية، هذه حضارة بهيمية في الحقيقة، هذا ليس من التحضر في شيء. نعم. شوفوا في السنة الماضية شنو صار ماذا حصل في العالم، موجة صارت في العالم بالضبط. نعم. أن الشعوب الأمريكية والأوروبية وحتى امتدت إلى جنوب أفريقيا وربما تسبقتها أيضا جنوب. نعم. أفريقيا يعني أكثر من دولة وعاصمة، ثارت الشعوب لأن انتبهت فجأة إلى وجود تماثيل في الساحات والميادين العامة لشخصيات ذات ماضي أسود، ماضي من الاستعباد، من الدكتاتورية، من الظلم، من الاسترقاق، من العنصرية مثلا. فماذا فعلت هذه الشعوب؟ كلكم شاهدتم في وسائل الإعلام، من نفسها هي التي هبت وأسقطت هذه الأصنام والتماثيل، كسرتها تكسير أمام مرأى الشرطة. لماذا فعلت هكذا وقامت بالتصرف من تلقاء نفسها؟ لأنها وجدت تلكؤا من السلطات، السلطات لا تستجيب لنداء الفطرة، هذا أمر فطري، الإنسان مفطور على رفض الظلم والظالمين.
فما معنى أن تبقي البلديات مثلا في لندن في نيويورك في ما أدري وين، تبقي هذه التماثيل لهذه الشخصيات على الأقل المختلف عليها والتي لها ماضي إجرامي في جانب منه، وإن كانت حازت على أوسمة في جوانب أخرى. يعني مثلا وينستون تشرشل، أكو واحد ما يعرفه مثلا، هذا الذي بسببي أنا وأنت قاعدين هنا خلينا نقول. نعم. يعني وإلا كانت بريطانيا انتهت، راحت مع النازية واحتلوها وضاعت بعد. نعم. والله العالم كان شنو راح يصير بعدين، يعني العالم هذا كان كله راح يتغير حينئذ ولولا صمود بريطانيا، وبعدين أمريكا جاءت وصار هذا التحالف الذي استطاعوا به أن ينتصروا على النازية. كان راح يتشكل النظام الدولي تحت سلطة وإمرة هتلر، يعني ما عندنا أمم متحدة وعندنا ما أدري شنو يعني، فكان راح العالم يصير بوجهة أخرى. فالشاهد هذا يعتبر بطل قومي، يعني يعتبر بطل قومي في هذه البلاد وكذا، لكن الناس هبت ثارت عليه وراحت على تمثاله هنا. الآن ما تذكر لطخته أسقطته سوت شيء اتجاهه، وما زال هنالك جدل حول، لأن يقولون لا هذا أكو جانب من تاريخه، جانب لا يمكن الافتخار به كرمز حضاري لهذه البلاد وإن كان حاز على أعلى الأوسمة. فالآن فلنفرض، شوفوا فلنفرض جدلا أن هذا الدوانيقي لعنه الله باني بغداد، ثم ماذا؟ يعني بنى من جهة وقتل من جهة، حتى قتل إمامنا أجرم سفك الدماء، يعني بنى على الدماء على الجماجم على العظام، هذا رمز يفتخر به؟ على أشلاء شنو هو؟ إحنا نفتخر بالبناء لمجرد البناء، هذا هذه الطوب والحجر والمدري الزخارف، هو هذا اللي إحنا، هذا هو ما نفتخر به ونعتبره حضاريا ونستقتل في الدفاع عمن بنى، هذا المقياس حتى لو كان بنى هذه الأعمدة. نعم. على جثث الشهداء والمظلومين والمنكوبين، وأذاق الأمة هذه الويلات. شنو هذا المنطق؟ ألكم عقول أم على قلوب أقفالها؟ معقول منطق. الإنسان ينحدر بتفكيره ومستوى وعيه إلى هذه الدركة؟ معقول؟ أو الدركة، درك غريب تفكير بعض الناس بسبب هذا التشويش الهائل. يقول لك باني بغداد، طيب إذا كان هذا هو المقياس، نمرود أيضا كان باني بغداد أو باني العراق. نعم. ثم ماذا؟ نمرود بنى عمر. نعم. قريش كذلك بنت وعمرت. نعم. ثم ماذا؟ نحن مع من؟ مع إبراهيم الذي كسر وهدم، أم مع نمرود الذي بنى وعمر؟ أيهما رمزنا؟ أيهما نقتدي بفعاله؟ مع قريش التي بنت وعمرت، أم مع محمد صلى الله عليه وآله الذي كسر وهدم؟ أيهما؟ نمرود أيضا عمر وبنى وسوى ما سوى، وهاي حضارة سوى لك في العراق. زين، ثم ماذا؟ إبراهيم شنو سوى لما رأى هذه الأصنام؟ كسرها، ما اعتبرها معالم حضارية وتحف فنية. والقرآن الحكيم أمرنا بالاقتداء بمن؟ بإبراهيم عليه السلام، بإبراهيم صلوات الله عليه، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا ولقد آتينا إبراهيم رشده، إذن هذا عمل رشيد. نعم. عمل رشيد، هذا مو عمل تخريبي عقلاني. هذا غدا لما ينطلق المؤمنون الغيارة لدك هذا الصنم دكا ونسفه نسفا إن شاء الله تعالى، وأمام الشاشات وأمام وسائل الإعلام، لا يحق لأحد أن يصف هذا الفعل الحضاري في الحقيقة والذي منسجم مع الفطرة الإنسانية
لا يحق له أن يرميهم بأنهم مخربون أو يقومون بعمل تخريبي، وإلا اذهبوا وحاكموا كل هؤلاء الذين خرجوا وأسقطوا تماثيل صدام في العراق. ما خرجوا أمام الشاشات؟ ما هدموا هذه التحف الفنية؟ بلى. لما لم يصفهم أحد بأنهم مخربون أو مارسوا أعمال تخريبية؟ لأن أذاهم. لأن القضية فيها بعد سياسي، أما قضيتنا بعدها عقدي بحت، ديني أقل. إيماني، نعم، وجداني. فتلقى ألف علة يطرحوها إليك. إحنا نقول إحنا لا نفتخر بنمرود الذي بنى العراق، نفتخر بإبراهيم الذي كسر أصنام العراق التي كانت آنذاك. أحسنت. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيه. أنتوا باشا لازم كلكم تكونون إبراهيميين في الحقيقة. يقولوا نحن إبراهيميون على ملة إبراهيم، لا نعكف لهذا الصنم. أي وخاطبوهم، روحوا لذول الأمن المساكين اللي مغلوبين على أمرهم، جايبيهم حتى يحرسون هذا. بالله عليك هذا يطببكم جهنم ترى يوم القيامة. أعوذ بالله. أنتم تسجل في صحيفة أعمالكم أنكم أنتم نصرتوا الصنم، أي حميتم الطغاة، تمثال قاتل جعفر بن محمد صادق العترة عليه صلوات الله عليه. شلون عار وخزي أنت؟ أنت اللي عنصر أمن، ما تخجل من نفسك، تواقف تحت السماء الله يشوفك، ملائكة تشوفك، صاحب الزمان عليه السلام يشوفك، شلون أصلا توقف تقول تقبل على نفسك ودينك ووجدانك وفطرتك ومبادئك وشهامتك وغيرتك تحرس أنه هذا. تحرس هذا بالله عليك، يعني هذا شنو قيمته؟ هذا يفترض يضرب بالقنادر مثل ما الناس ضربت صدام هذا تمثاله بالقنادر. حتى لو في عصيان الأوامر، أي أوامر؟ من اللي يعطيك مثل هذا الأمر ويكون واجبا نفاذ؟ كل آسف هذا شيء يخالف ديني ووجداني وفطرتي، ما أقدر أنفذ هيك أمر يعني، بل أنا معهم. المهم خلي إخوان المؤمنين يروحون لهؤلاء يقولون لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شنو راح يجاوبوك؟ يقول هذا اللي وجدناه بعد هذا من السبعينيات موجود. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أحسنت. ولا هذا دين القرآن. الله. جاوبوهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. والله كنت في ضلال يا أهل العراق صراحة، إذ قبلتم بمثل هذه المظاهر العار والشنار. مع الأسف. في غفلة طبعا. طبعا. في غفلة. الناس أدري ما تقبل على الإمام الصادق عليه السلام، أكيد ما تقبل على موسى الكاظم عليه السلام، أكيد ما تقبل، ولكن إنما حالة غفلة. شيخنا مو وعي هابط. فلذلك ما حاسين بهذه الجريمة، يعني لما نصب هذا التمثال ما حاسين حتى ينتفضوا. الآن لا، بدأوا يحسون يشعرون. نعم. الآن شيخنا أقول حتى هم بوقتها أنه جندوا كتاب وغير أنه يضللون الناس طبعا بالمعلومات الغلط. معلوم، مثل ما قريش كانت تجند شعراء وأدباء حتى يمتدحون هاي الأصنام ويمتدحون هاي الأعراف اللي كانت عليها من الشرك والوثنية، وترسم لك صورة جميلة جدا يعني تاريخ يعيد نفسه عن حضارة قرشية عربية عجيبة غريبة يعني. نعم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ لا، خلي يعرفون الآن مو وقت الهزل. الآن إحنا ما جاي نلعب ترى. الآن مثل ما قلت بدأت الصجية. الآن بينت. الآن إذا الناس تعرف، إذا تريد تعرف الآن تعرف أنه الموجة الرافضية وين وصلت في العراق، إلى أين وصلت. خلي بس تنظر إلى ما جرى في الديوانية الأبية. القرآن يحكي عن إبراهيم عليه السلام. عليه السلام، نعم، بس نطبق على ما نحكيه الآن عن أنفسنا وعن وضعنا وشعبنا الغيور. هذا في العراق الآن. نعم. الذي يتأهب يوم غد للانطلاق إلى بغداد، سواء من داخل بغداد الناس تروح إلى هذه الساحة
أو الذين هم من خارج بغداد. يا الله. إن شاء يتأهبون لكي يزيلوا هذا الشؤم ويعتذروا من الإمام الصادق عليه السلام. نعم. على وجود هذا التمثال الذي يمثل قاتله. يسقط الرمز. لسان حالهم. نعم. أي. هو لسان أبينا إبراهيم عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. شيبه. الذي يقول وتالله. نعم. لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. خلاص. تالله لنكيدن هذا الدوانيقي وغير الدوانيقي، هذا كله راح ننسف نسف إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. فماذا فعل؟ قام بعرف هؤلاء بعمل تخريبي كما يزعمون، فجعلهم جذاذا فتات فتات فتتهم تكسر إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يجرمون. نعم. يعني ويجي تهمك أنت ظالم، أنت ارتكبت مخالفة قانونية. الله أكبر، مخالفة قانونية، لأنني نصرت إمامي، أزلت معلما من معالم الشؤم في بغداد. هذا يجلب الشؤم، شؤم يجلب السخط الإلهي. هذه هي الجريمة. وين الجريمة؟ أراد واحد يقرأ لهم القرآن. بالفعل خلي واحد يقرأ لهم القرآن شوية. نعم. حتى يدركوا أي جريمة يرتكبونها وأي كلام سيء ينطقون به في حق هؤلاء البررة. هؤلاء بررة بأئمتهم عليهم السلام، جزاهم الله كل خير. هؤلاء لا يطلبون دنيا من ذلك، منهم حصل لشيء من وراء هذا؟ إذا يروحون صوب الأحزاب ينطوهم من هاي إذا يجون للأحزاب يهوسون ولل يعطوهم بطانيات، باكيتات، يعطوهم اللي يعطوهم. أي نعم. عرفت شلون؟ أي. كارتات موبايل مدري شنو. أي من هالسوالف. هم رايحين للإمام الصادق عليه السلام، ما يردون شيء إلا الجنة، وإن شاء الله مثواهم الجنة. إلهي آمين. يا. فليش يتهمون بهذه التهم الباطلة النكراء؟ شو مسوين؟ يعملون بحكم القرآن. نعم. حتى وإن بهتهم قالوا ظالمين، ما هم بظالمين. الظالمون أنتم الذين تحرمونهم من أن ينتصروا لإمامهم ويزيلوا هذا الصنم. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى. هذه الفتوة، هنا تبدي الفتوة الصحيحة. يعني. سمعنا فتى يذكرهم. يذكرهم ترى بالمناسبة يعني مو مجرد يذكرهم بس هيجي حكي حولهم، لا، يذكرهم يعني في لغة العرب يعني يسبهم يشتمهم. فإذا هذا المتهم. نعم. أي. أكيد اللي كسرهم هو هذا اللي احنا سمعناه البارحة، كان يسبهم، يسب هاي الأصنام والآلهة، مثل ما احنا نسب الآن هذا الدوانيقي، نقول ابن زنا ابن حرام كما قال إمامنا الصادق عليه السلام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. زين، القرآن الآن دعانا لأن نقتدي بمن؟ بنمرود الذي بنى وعمر على تعبير أم بإبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يعني روحوا كسروا. أي روحوا كسروا. آه. بالفعل روحوا كسروا. هذا هو الفعل الحضاري الإبراهيمي. هاي لغة القرآن، هذا أمر القرآن. وهذا العالم، صدقوني العالم اليوم لما يشوفكم إن شاء الله غدا كسرتم هذا الصنم يحترمكم العالم. أكيد طبعا. أكو هنالك وسيلة أخبار أو موقع إخباري غربي كتب عن هذا الموضوع، عن الفعالية التي جرت قبل أيام وصدوهم. نعم. فعالية لما انطلق بعض المؤمنين حتى يحتجوا عند هذا الصنم ويطالبوا بإزالته، فالأخ هشام الأشقر أرسل لي صورة من هذا الخبر. فلذلك أقول الآن فرصتكم يا عراقيين، خلي العالم يشوف أنكم التحقتم بهذا الركب، لأنه كما قلنا في أمريكا في أوروبا هذا الأمر الآن موجود. كسروا كثيرا من هذه التماثيل الباطلة لشخصيات إجرامية. أنتوا سووا نفس الشيء في العراق، العالم راح يحترمكم. حتى الحكومة واللا حكومة هاي العراقية الجبانة التافهة ما تقدر تسوي لكم شيء بعد. الحكومة اللا حكيمة. إيه. ليش؟ لأنه سترى أن العالم كله قد احترم هذا الفعل
ووضعه في إطاره الحضاري الصحيح وموقعه الصحيح. شعب ثار على رموز للطغيان موجودة في الميادين العامة، وما أحد يقدر ينكر أنه هذا الدوانيقي كان رمزا من رموز الطغيان. هذا أمر متفق عليه، تاريخه مليء بالدماء وبالإجرام وبالقتل والتعذيب وما شاكل. فسيحترمكم العالم، ولذلك تأسوا بإبراهيم عليه السلام ولا تبالوا، لقد كانت لكم في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ويقول جل من قائل أيضا في آية أخرى وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم. بالاقتداء بمن؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إحنا على درب أبينا إبراهيم عليه السلام إن شاء الله تعالى. سمانا بماذا؟ هو سماكم المسلمين. المسلم الحقيقي هو الذي يتبع إبراهيم عليه السلام فيكسر الأصنام، يكسر التماثيل. كل تمثال يكون صاحبه باطلا، يجسد شيئا باطلا أو شخصية باطلة، هذا الأمر يتنافى مع ملة إبراهيم ومنهج إبراهيم عليه السلام. يعني هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. من المؤكد أن رسول الله الأعظم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله سيقدر لكم هذا الفعل غدا، لأنه يتأذى جدا جدا، يتأذى النبي صلى الله عليه وآله، هو يقول من آذاهم فقد آذاني. جعفر بن محمد هو ابن محمد صلى الله عليه وآله، هو مجدد دين محمد صلى الله عليه وآله، هذا أحد الأسباط، أحد الأئمة الأوصياء من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حفيده ابنه. نعم. يعني النبي ما غاضب علينا أنه خلين إحنا تمثال بالله عليك للذي قتله وسمه؟ طبعا يغضب. في عاصمتنا بهالطريقة هذه، والناس هم تتساءل ليش البركة رايحة، ليش ما تقضى حوائجنا، ليش ما أدري كذا يصير، ليش هذا البلاء اللي علينا يتوالى، هذا السبب، هذه واحدة من الأسباب. يا أخي أرضي رسول الله عنك، أرضي الزهراء عنك، أرضي إمام العصر عنك. نعم. هذا عار لابد أن يغسل، ولا يغسل هذا العار إلا بدك هذا الصنم دكا ونسفه نسفا. مسألة واضحة، هذا عار علينا، عار. لا يغسل هذا العار إلا برفع هذه الأحجار، أي تدمير. نعم. هذه الأحجار، نعم، جعلها جذاذا تتفتت لازم، نصرة لصادق آل محمد صلوات الله عليه. نعم. هناك مسألة أيضا من الأمور والأغلاط التي يذكرونها هي هاي المسألة، أنه يقول لك طيب هذا بالنتيجة هو باني بغداد. احنا تبين لنا أنه على فرض أنه بنى بغداد، الطغاة كثير من الطغاة يبنون في الحقيقة، لأنه هو يهمهم أنه تكون عواصمهم جميلة، جميلة وذات عمران وذات مباني شاهقة وذات ما أدري حدائق غناء وذات هاي الأبهة هذه. أما ماذا يفيدنا؟ ما صدام أيضا بنى في العراق، صدام ما بنى في العراق أنت مهندس وتعرف كثير، إيش قد بنى في العراق؟ وناهيك عن البيوت أصلاً الرئاسية وغيرها، بمن تقدمه يقول فاقهم. نعم. في بعض الجوانب يعني. طيب
يعني نروح نفتخر به مثلا لأنه بنى ما بنى في العراق، ثم ماذا؟ ماذا يفيدني الحجر والآجر إذا كان قد دمر الناس، قتل الناس، دفنهم في مقابر جماعية؟ يعني ماذا أفعل به؟ هذا قم أنصب له نصب تذكاري مثلا، أرمزه مثلا بتمثال. شنو هذا المنطق اللي عند بعض الناس؟ القصور باقية والقلوب خاوية من الإيمان والعلم، مأساة يعني. نعم. أن كما أقول الناس تفكر بهذه الطريقة. يا أخي إذا كان المناط أنه كل من بنى وعمر وإن أفحش وأسرف في القتل وإن ذبح وإن سجن وإن ظلم وإن جار وإن فعل الأفاعيل حتى في حق أهل البيت عليهم السلام، فنتغاضى عن كل ذلك لمجرد أنه وضع حجرا على حجر وعمر لنا حائطا أو جدارا أو مبنى، فهل هنالك أعظم بنيانا من عاد يرمى ذات العماد؟ ذات العماد يعني هؤلاء بنوا أيضا، يا الله ليش دمرهم؟ طغوا، طغوا وأكثروا فيها الفساد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. شنو مشكلتهم ذولا رغم التعمير ورغم الفراعنة هم عمر الفراعنة آيات عجب في الهندسة؟ نعم. إلى يومك هذا باقي الآثار بالضبط. بس شنو كانت مشكلتهم إذ عاقبهم الله عز وجل ودمرهم؟ أكثروا في الفساد، الذين طغوا في البلاد. نعم. وأكثروا فيها الفساد. فيها الفساد. يلا شنو فايدة الحجار؟ بالفعل شنو الفايدة؟ شنو هذا المنطق؟ يعمروا ما عمروا، إن شاء الله عمروا تعمير عاد وثمود والفراعنة والحضارات كلها اللي يسموها حضارات، ما هذه ليست بحضارة، ليست الحضارة بالحجر والتزيين والتزويق. مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان من أبسط المساجد، مبني من الطين، ولما قيل له نخلي لك سقف حتى يقين الحر المطر البرد الكذا رفض، قال عريش كعريش موسى، هو بس هذا الخوص وكذا وهي سعف النخيل وبس. روحي فكان يجيهم المطر ويجيهم الطوز ويجيهم ما أدري حرارة الشمس وكذا، هذا المقدار كان من أبسط ما يكون، ولكن فيه عبق النبوة. اللهم صل على الله. فيه هذه الراحة النفسية. احنا مو قضيتنا أنه نعمر، لو شنو نعمر بالدنيا، والتعمير زين، ولكن بشرط أن يكون على أسس الإيمان، أن يجامع الإيمان. نعمر القلوب بالإيمان، نعمر القلوب أولاً والأرواح قبل. نعم. ما نعمر ما أدري الشوارع والمباني والما أدري شو نسوي بهن ذني، كلنا راح نموت نروح في قبورنا ولا نحصل حجر واحد من هذني، شو نسوي بهن؟ شنو هذا المنطق؟ وإذا عمر، خلي نفرض الآن هذا الدوانيق يعمر، هو عمرها مو لله، عمر لأنه كانوا هؤلاء اللي يسمونهم خلفاء، كل واحد يحب أن يأسس له عاصمة لنفسه يعني يرتاح بيها، عرفت شلون؟ لنفسه هذا، مثلا من قبله اللي هو السفاح العباسي، هذا أبو شبير. العباس أخو الكبير أبو العباس السفاح. نعم. هذا مثلا سوى له مدينة الهاشمية في العراق، تمام؟ هاي كانت عاصمته. هذا إجا سوى لك مدينة بغداد مثلا، أو كان يسميها شيء آخر قبل بغداد، دار السلام. أي دار السلام شيء، هي أصلا من 1700 سنة قبل الميلاد. أي. كانت من البابليين يسموها، كانت اسمها بغدادا. أي. أو بغدادو يعني، أكو أقوال في ذلك. أي نعم. المهم نعم، مع قطع نظر عن المنشأ التاريخي للإسم. نعم. المهم هو نعم إي صح، اتخذها عاصمة وقال تعالوا عمروا تعالوا سووا كذا، وكان هل قد بخيل أمات، وليش سموه دوانيقي؟ دوانيق شوفوا دوانيق جمع الدانق. نعم. الدانق سدس الدرهم، أقل بعد يعني عملة، أقل شيء، أقل صرف. نعم. سدس مثل الفلس مال الوقت. شوف شلون. أي. حتى فلس الآن ماكو. سدس الدرهم، فكان شنو يتعامل مع البنائين مع الناس ماكو بالدوانيق، يعني ما يقبل لا بالدراهم لا بالدنانير، عنده هذا هواي كثير يعني. فالناس سمع شنو هالبخل هذا، شنو سموه الدوانيقي.
عرفت. وفي روايات أئمتنا عليهم السلام يسموه أبو الدوانيق. هو هذا عود الناس هسه ما شاء الله مسوي إلا ما أدري تمثال وتعال وما أدري شنو ويدورون حولهم بعد سياراتهم. عار والله عار. صدق يا أخي. خلي يكون بنا ما بنا إن شاء الله بنا بنيان عاد وثمود، ولكن إذ طغى وأكثر الفساد في الأرض فراح يكون مصيره ومصيركم ما دمتم ساكتين مثل أولئك الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فدمدم عليهم ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. يمت تأدبون يمت تفرون من عذاب الله إلى رحمة الله؟ ما تخافون الله ينزل عذاب عليكم؟ خال لك صنم في بغداد في العاصمة لقاتل جعفر بن محمد الصادق حجة الله على خلقه وتتوقع الله يسكت لك؟ أو الله ساكت عنك بسبب الغفلة؟ الآن ماكو غفلة بعد، الآن الحجة هذا الصوت يوصل للجميع، لأكثرية الناس يوصل، لأنه أدري أن حديث الساعة الآن. نعم. والساحة أيضا. صحيح. الآن ماكو واحد إلى حجة بعد، الكلام الحجة الآن تامة. هذا النداء قد وصل للجميع. إذا أنت عندك غيرة على محمد وآل محمد عليهم السلام، على دينك، على مبادئك، على حضارتك، على قيمك، قيم الإنسان الشريف الحر الغيور، أنه يقول أنا ما أقبل أنصب صنم لواحد دكتاتور في بلدي في أرضي. هذا تلويث البلد، هذا تنجيس وتدنيس لهذه الأرض الطاهرة. هذا بلد الأئمة والأنبياء عليهم السلام، هذا العراق. صحيح. هذا بلد الأئمة الأطهار والأنبياء العظام صلوات الله عليهم أجمعين. شون يدنس بمثل ذلك؟ هذا لازم يرفع، يكسروه، يدموه إن شاء الله، ينصبون محلة جدارية رائعة جميلة جدا باسم الإمام الصادق عليه السلام. السلام عليك يا صادق العترة صلوات الله عليه. هنا ينظر الله إليكم بعين الرحمة، هنا تميطون عن أنفسكم العذاب، هنا لا تجعلون صاحب العصر الحجة المنتظر صلوات الله عليه لا يدير بوجهه عنكم. يعني إمامنا غريب روحي فداه، يشوف حتى ذول اللي يسمون نفسهم شيعته هكذا متخاذلين مع الأسف تجاه هذه القضايا. هذه قضايا أساسية محورية، هذه لا يمكن التهاون بها. وثم تستفز من بالله عليك؟ هذا الدوانيق اللي يسموه المنصور هو لا رمز ديني لأهل الخلاف، يعني مو شأنه من ما أدري من يسمونهم ما أدري الصحابة والخلفاء الراشدين مثلا، مو من هؤلاء. ده طبعا ملك من الملوك، طاغية من الطغاة، فلا يتعصبون له. يعني نحن والمخالفون نقول احنا نجتمع على صادق العترة عليه السلام. احنا نعترف بالإمام الصادق، انتم هم تعترفون بالإمام الصادق، انتم تقول الإمام الصادق ايضا من فقهائنا من عظمائنا، فقهانا تتلمذوا على يده، فهو مورد اجماع هذا الشعب. يا بكم مرة نعلمكم نقول في هذا البلد خلونا نتفق على الشخصيات المتفق عليها، والشخصيات المختلف عليها خلص نزويها، خلوا على صفحة، خليها على صفحة نزويها عنا. نعم. يعني ليش إلا تدخل لي شيء الذي يثير مشاعري، يستفزني، يتناقض مع مبادئ ديني؟ في المناهج الدراسية تخلي، في أسماء الشوارع والمناطق والما أدري الجامعات المدارس تخلي، ما أدري أسماء جوامع حتى، معقول عندنا جامع بالله عليك ببغداد اسمه جامع ابن تيمية؟ هذا يعقل؟ طبعا يمكن غيروه سووا يمكن أم القرى فشي شكل يمكن، أو كانوا أم القرى غيروه ابن تيمية ما أدري، أنا ما أتذكر، بس سموه فترة جامع ابن تيمية. هذا ابن تيمية الخبيث اللعين الذي يطعن في الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام ويقول نعوذ بالله نعوذ بالله أنه إذا قلنا أنها كانت تطالب بفدك كما تقول فمعناها أنه فيها شعبة من نفاق، نعوذ بالله. أستغفر الله. هذا النجس ابن الحرام. هؤلاء يعني إحنا نقبل أنه تسمى هذه الشخصيات، هذه الجوامع المراكز أيا كان تسمى بأسماء هؤلاء؟ ليش إذن ما يقبل أنه نسمي مثلا جامع بغداد، أنا أريد أسس جامع بغداد أسمي جامع
التابعي الجليل أبي لؤلؤة النهاوندي رضوان الله تعالى عليه. يلا. لا شنو الطائفية؟ أي شنو الطائفية؟ شنو مدري شنو؟ قاتل الإمام الصادق يصير باسمه موجود، ما باسمه وتمثالهم إليه يخلوه. أي وهو قاتل صادق العترة، محله إجماع الأمة الإمام الصادق عليه السلام. أما عمر بن الخطاب صعد نزل مو محل إجماع الأمة، نص الأمة يقول يرفضون عمر ما يحترم، يبرؤون إلى الله تعالى منه. هذا يصير باسمه، ما يصير باسمه، باسم قاتله جامع. ليش؟ لأنه طائفية. طيب ليش هذا مو طائفية أنه أنت مسمي لي منطقة بغداد باسم قاتل إمامي وتريدني أسكت لك؟ ليش يعني؟ لما الكيل بمكيالين؟ على أنه دائما نحن نقول الأعلائية دائما لمحمد وآله عليه الصلاة والسلام. على محمد وآله. يعني كما قلنا لا قانون أمام آل محمد عليهم السلام، لأنه القانون من الله أصلا، هذا قانون وضعي من البشر، إحنا عندنا قانون من الله، قانون السماء، قانون السماء. هذا القانون في هذا الدستور الإلهي أنه يمنع منعا باتا إبداء أي نوع من أنواع التعظيم للظلمة، ظلمة أهل البيت عليهم والمجرمين. السلام والمجرمين، حرام، لا يجوز. فهذا الوضع اللي موجود الآن في العراق، وجود هذا الصنم، هذا يعتبر عملا يؤدي إلى غضب الله جل وعلا. منو قال لك إنه النبي صلى الله عليه وآله حتى في هاي 13 سنة في المرحلة المكية قبل أن يهاجر، قبل أن يؤسس دولته، وقبل أن يفتح مكة، منو قال لك ما كسر الأصنام؟ سواها وبعمليات خاطفة، واللي بعرفكم الآن تعتبروها تخريبية، وهذا أمر ذكرناه. أنتم مشكلتكم ما تتابعون محاضراتنا بصراحة، يعني ما أريد أقول محاضراتنا، بس جاي أقول بالفعل أنا مؤمن بهذا الشيء، أن الذي نطرحه بمحاضراتنا ما سمعتموه قط. موجود أعرف ذلك، أعرف ذلك. يعني ظاهرة ملموسة، مو من باب نعوذ بالله مديح الذات، بس هذا واقع. لو يتابعون زين تتغير هواية مفاهيم عندهم إذا بيهم خير. هذا أنا أعيد مرة أخرى، هذه الرواية واحدة من الروايات التي تنبئنا عن أنه صلى الله عليه وآله قام بما سيقوم به المؤمنون غدا. خل يسمع هذا الجاهل. نعم أبو حنيفة. أي صاحب أبو أين حنيفة. هذه الرواية. كم مرة صعد الإمام علي عليه السلام على كتافه الشريف؟ نعم، وهذه شنو هم اللي بذهنهم أنه هذه محصورة بيوم الفتح لما فتحت مكة، ما يعرفون عن التاريخ قبل ذلك. نعم. يعني ما قارئين، ما يطلعون، ما يتتبعون، يعني ما يقرون، ما يقرون. أمة تقرأ لا تقرأ، لا تقرأ. الرواية يا محفوظ السلامة الله. لا أدري أين ذهبت. هذه في تأويل الآيات لشرف الدين الحسين الاسترابادي عليه الرحمة. يقول ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله، يعني شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، في معنى تأويله حديثا بإسناده عن رجاله عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم الثقفي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال، أمير المؤمنين يروي هذه الحادثة، نعم، قال انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتى بي إلى الكعبة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على منكبي، نعم، ثم قال لي انهض، فنهضت، فلما رأى مني ضعفا، نعم، قال اجلس، فنزل، ثم قال يا علي اصعد على منكبي، فصعدت على منكبه، ثم نهض بي رسول الله صلى الله عليه وآله. ناشوفوا، فلما نهض بي خيل لي أن لو شئت لنلت أفق السماء. الله أكبر، كان وصلني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى السماء. طبعا هذه نهضة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صلي على محمد وآله محمد. أي. قال فصعدت فوق الكعبة، نعم، وتنحى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لي ألقي صنمهم الأكبر. إيه، باشر صنمهم الأكبر، ترى هذا كبيرهم، هذا كبيرهم، هذا كبيرهم، هذا الدوانيق، هذا شمرة. ألقي صنمهم الأكبر
وكان من نحاس. أي. شلون هذول مسوين هذا ما ادري نحاس اي نحاس نعم نحاس نعم. مرتبين مثبتين زين اي اي بالقاع يعني هذول كان مسوين فوق القاع اي وكان من نحاس موتدا باوتاد من حديد بعد هاي فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله عالجه فعالجته ورسول الله صلى الله عليه واله يقول جاء الحق وزهق الباطل يا الله حتى باكر كل المؤمنين يقول جاء الحق وزهق وزهق الباطل عالجوه ايه للدوانيق إن الباطل كان زهوقا يقول فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال لي اقذفه فقذفته فتكسر ما شاء الله ونزلت من فوق الكعبة وانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وخشينا أن يرانا أحد من قريش أو غيرهم آه ركب عرفتوا ايه يعني معناها شنو أحسن يعني. شكرا معناها في عز قريش حكم قريش اي ماكو مسلمين في الدنيا الا النبي اي امير المؤمنين خديجه عليهم السلام تمام وابو طالب عليه السلام يكتم ايمانه اي اقليه عمليه خاطفه استباقيه أها. اثارت حنقهم هذا صنمهم الاكبر كان فوق نعم. الكعبه نعم فمن الطبيعي أن يستثاروا من فعل هذا بآلهتنا على ملة إبراهيم إحنا نشتغل هذا الشغل إحنا هذا اللي نعرفه أه. هذا تاريخنا قبل ما تتكلم وتخرط الحكي اقرأ وتعلم قوي إيه؟ ما تخرط الحكي نعم, نعم. إيه؟ هاي مشكلتنا أنتوا لازم تروحون تتعلمون ثم تنطقون ما يصير الأمي يصير معمم ما يصير تخرطون يتكلم إيه؟ قبل لثة أحسنتم إيه؟ شون تزعم أنه ما حدثنا التاريخ هذا التاريخ بين أيدينا أي رواية من الروايات أنت غير تقرأ غير تستمع قبل ما تستدل بشيء وثم على فرض الآن حتى سنفرض حتى خلينا نفرض إياه طوال العهد المكي النبي ما أسس ميليشيا ليش ما أسس لك ميليشيا ليش مسوي لك ما أدري شنو ليش مسوي خلاص عوف هذا النشاطات يعني الكلام يرتد عليك أنت ما. فاهم دارس علم الأصول عارف أنه الاحتجاج بالسيرة المعصومية أين يكون وأنه هذا على نحو الاستغراق مو على نحو الاستغراق أنتوا عارفين الأشياء أنتوا أبجديات العلم العلوم الحوزوية لا تعرفونها صدقوني هذولا التقاطين ما أخذ لهم كم كلمة من هنا وهناك وبعدين شوية متخالط ببعض العلماء ما أدري حاضر بعض دروسهم نص نايم نص ما فاهم طبعا ويتكلم بهذه اللغة ومشكلة لما الناس تصدق فتتثبط العزائم طبعا هذا ما له وزن هو ما يقدر يثبط العزائم بس أنا أتكلم بشكل عام هذه الظاهرة موجودة لما بعض الناس يتكلمون من ضعف في القدرة العلمية في استقراء التاريخ جيدا في التفقه والتضلع بالأحكام الفقهية أو الشرعية خاصة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه إحنا أمرنا هذا كله ضمن هذا الباب في الحقيقة يعني يشمل هذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتعلمون أنه مندرج تحت أي باب أكبر أو أي أصل أو أي عنوان نعم. أوسع هو عنوان الجهاد نعم هذا جزء من لأنه الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبواب الجهاد نعم.